طيب خلينا نقول جديد النادي الاهلي واخبار الاهلي النهارده ايه. كابتن سيد عبد الحفيظ ليه بعض التصريحات المهمه جدا النهارده واتكلم فيها على مباراه الاهلي المقبله وفريق اف سي مصر، وان احنا او النادي الاهلي بيحترم كل المنافسين خلال بطوله الدوري او بطوله دوري ابطال افريقيا ايا كان مستوى المنافس ايه. وقال ان المباراه في نفس الوقت صعبه جدا، مباراه اف سي مصر والاهلي عنده هدف واحد او اهداف محدده وهو الفوز في كل مباراه، وده امر معروف جدا. وقال ان فريق اف سي مصر المباراه الاخيره بالنسبه له فاز على طنطا وقدم مباراه جيده جدا، وهم فازوا على فريق طنطا بنتيجه 2-1. وقال اللاعبين كلهم جاهزين بشكل جيد وعندنا دافع قوي جدا وهو مباراه بلاتينيوم. من خلال مباراه اف سي مصر نقدر نستعد بشكل جيد جدا لمباراه بلاتينيوم اللي هتكون يوم 11 من هذا الشهر هناك في زيمبابوي، ومباراه غايه في الاهميه في الحقيقه. كابتن سعد عبد الحفيظ كمان قال ان في محاولات لتجهيز حسين الشحات وجونيور اجاييه لمباراه اف سي مصر. مباراه اف سي مصر يعني قد تشهد عوده حسين الشحات وجونيور اجاييه، كل واحد فيهم يعني عنده اصابه مختلفه. حسين الشحات زي ما حضراتكم عارفين عنده اصابه او شد في العضله الضمه، جونيور اجاييه شد في العضله الخلفيه، وجونيور شارك النهارده في المران الجماعي بشكل طبيعي بالمناسبه، والامور ماشيه بشكل جيد وبنسبه كبيره ممكن يكون متواجد في المباراه المقبله. ده بالنسبه لجونيور اجاييه تحديدا. في نفس الاطار خليني اقول لحضراتكم ان الكابتن سيد عبد الحفيظ بيجتمع مع فايلر لمناقشه ترتيبات السفر لزيمبابوي، ودايما بتعمل كل ترتيباتك الخاصه بالسفر سواء ترتيبات اداريه او فنيه، وخصوصا ان انت المباراه دي ليها اهميه خاصه جدا عند النادي الاهلي في ظل المنافسه الشرسه في دور المجموعات من بطوله دوري ابطال افريقيا. لسه هيتم تحديد الميعاد النهائي للسفر، واكيد ان شاء الله باذن الله الاهلي هيكون موفق او نتمنى له كل التوفيق، وهيبقى في ترتيبات طبعا كابتن سعد حفيظ كابتن سمير عدلي هيسبقوا البعثه قبليها ب 48 ساعه عشان يتم الترتيب لكل الامور اللي بتتعلق بالفريق هناك سواء ملعب التدريبات او الاقامه. فايلر كمان بدا دراسه اف سي مصر، وده امر مهم جدا. مستر فايلر دايما بيدرس منافسيه بشكل مميز، عشان كده بنلاقي كيفيه التعامل معهم الشكل بيكون مميز وجيد، وان شاء الله نتمنى كل التوفيق. بعد مباراه امبارح طبيعي جدا النهارده بيبقى في مران استشفائي للاساسيين اللي هم لعبوا المباراه بشكل كامل بالامس، وبالتالي تدريبات تبقى بدنيه قويه للمجموعه اللي ما شاركتش في المباراه اطلاقا. تدريبات استشفائيه دي لتجنب الاجهاد طبعا العضلي اللي ممكن يكون بيعاني منه البعض في النادي الاهلي بسبب ضغط المباريات، وده امر غايه في الاهميه. عاد كمان النهارده للتدريبات شريف اكرامي انتظم في مران الحراس بعد الشكوى اللي كانت عنده من الام السمانه، عباره عن شد بسيط كده في عضله السمانه، لكن شريف من الحراس الكبار جدا والاصابه خلاص تلاشت وبقى جاهز ومتاح بالنسبه للجهاز الفني او متاح طبيا يعني بالنسبه للفريق. قلنا موضوع جاي خلاص بينتظم في المران الجماعي النهارده، تدريبات تاهيليه للشحات ووحيد. حسين الشحات طبيعي جدا وبيعمل بعض التدريبات التاهيليه بعد اصابته بشد في العضله الضمه. محمود وحيد عنده كدمه قويه في الكاحل، اعتقد الموضوع مش هياخد وقت بالنسبه للاثنين، وان شاء الله ينضموا للتدريبات الجماعيه في اقرب فرصه، عشان فعلا فعلا الاهلي محتاج لكل لاعب خلال الفترة الحالية. امبارح سعد سمير عمل جراحة وتر اكيلس، ودكتور خالد محمود اطمأن على اللاعب وعرف تطورات الحالة وكل اللي هيحصل بالنسبة لسعد خلال الفترة الجاية. هو هيبقى 10 ايام هناك، هيستمر في المانيا. بعض الامور العلاجية اللي بتبقى طبيعية جدا بعد اي جراحة، وبعد كده يرجع لمصر، وبعد كده يرجع تاني لالمانيا بعديها بفترة عشان يواصل استعداداته للعودة باذن الله.